فاتقوا. ما هي التقوى؟ أن أخشى الله في تعظيمه. خشيتي من الله ليست خشيتي من الأسد المفترس، خشيتي من الله ليست خشيتي من طاغوت ظالم في الأرض، خشيتي من الله عز وجل ليست خشية من شرير لا يمسك لسانه ولا يده عن العداوة عن العدوان. خشيتي من الله لعظمته، لنعمته، لجلاله، لجماله، لكماله. خشيتي من الله لعدله. خشيتي من ظالمين تسقط بي، تدخل في نفسي الرعب، الكف عن الخير. إذا استجبت لهذه الخشية كففت عن الخير وأقبلت على الشر. خوفي من كافر يجعلني أكفر، يعني هو طريق إلى ماذا؟ إلى الكفر إن لم أواجهه بشيء آخر، وبرصيد إيماني وبتوكل على الله. توكل على الله. فالتقوى ليست خوفا من قوة باطشة بهيمية. أنت تخشى أن تأتيك كلمة، تأتيك كلمة قاسية من أكبر رمز، من واحد من أكابر رموز الأمة، من فقهاء العظام مثلا. لماذا؟ ليست فيها حبس، ليست فيها قتل، ليست فيها حبس ولا قتل، لكن فيها ماذا؟ حكم علي أنا المخاطب بتلك الكلمة القاسية بأني ساقط، بأني مخطئ، ويعز علي إن كنت شريفا أن يحكم علي الشرفاء الحق بسقوط الشرف، أليس كذلك؟ تأتيك كلمة من أبي سفيان، كلمة تغيظك من أبي سفيان، من شأنه أن تغيظ، قد لا تهتز لها أبدا. تأتيك كلمة من علي بن أبي طالب عليه السلام، أقل وأقل وأقل قسوة من كلمة أبي سفيان، كيف تكون هنا وتعرف أن علي بن أبي طالب ليس ظالما؟ كلمة مؤدبة فقط، يعني ملاحظة علي بسلبية معينة. كم أقيم لهذه الكلمة من وزن، وكم أخشى أن تصدر من علي عليه السلام بالنسبة لي. يمكن لأحدنا أن يفزع أن يجد في نومه علي عليه السلام مؤنبا له ويؤنبك الظالم الحي. لا تنقص في نفسك لتأنيبه، لا تشعر بالنقص في نفسك لأنه أنبك. فخشية الله خشية من ماذا؟ خشية من الطرد من الرحمة الحقيقية، الحكم من الحكم على النفس بالحقارة. ولا تملك نفس بعد حكم الله عليها بالحقارة
إذا يقظت إلا أن تحتقر نفسها، إلا أن تحتقر نفسها. كلمة علي بن أبي طالب السلام محقرة لي تحقرني أشعر بالحقارة، تجعلني أشعر بالحقارة، فكيف بتحقير الله عز وجل للعبد؟ تقوى، ارتداء، نهي عن المعصية، إقبال على الطاعة، كل ذلك خشية من ماذا؟ من غضب من له الجمال كله ومن له الكمال كله، القوة قدرة كلها، العلم كله، من بيده الرحمة ولا رحمة بيد غيره. مطلوب التركيز على هدف التقوى طوال الشهر في كل ممارسة وفي كل نشاط أأتي به في هذا الشهر. وأنا أستهدف من ماذا؟ أن أكسب التقوى، أن أكتسب التقوى، أن أصل إلى مرحلتي، إلى مرتبة التقوى، أن تتشبع نفسي بالتقوى فيما أكل، فيما أشرب، فيما كل معاملاتي في اليوم وطوال الشهر، أستحضر فيها هدف شهر رمضان وهو بناء التقوى للنفس. فيكون مطلوبي في كل فعل وما أستحضره هدفا من كل فعل ومن كل ترك، وأن ماذا؟ وأن أربي التقوى داخل نفسي حتى لا تكون لي تقوى على خلاف تقوى الله تبارك وتعالى. نحتاج في الاستعداد لبناء تقوى، للاستفادة من موعد الضيافة الإلهية في شهر رمضان المبارك، إلى تصفية القلب من أقداره وأدرانه، إلى تصفية القلب من أقباره حتى يقبل امتصاص المادة المفيدة. الأرض السبخة تسقى وتسمد ولا تنبت، ولا تنبت. نحتاج إلى تربة نظيفة حتى نحصل على ماذا؟ حتى ينبت النبات الذي نريده، وحتى يثمر الثمر المشتهى. قلوب نريد لها أن ماذا؟ أن تزدهر مستفيدة من موعد شهر رمضان، لابد أن ماذا؟ أن نؤهلها لذلك بتنقيتها من السبخ، من الملوحات، من القذارات، من الأوساخ والأدران. من أكثر ما يزيل عنها هذا هو أن نصدق التوبة إلى الله عز وجل ونحن نستشرف هذا الشهر الكريم. والإنسان على نفسه بصيره.